بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة المرحلة الثالثة قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في محاضرة في مادة اللغة الإنجليزية. محاضرتنا الأولى ستكون في كتاب New Headway Plus Intermediate Students Book Unit 1. في صفحة 6 من كتاب الهيدوي Plus Intermediate Students Book Unit 1 عندنا It's a Wonderful World، أنه عالم رائع. الموضوع الأول Test Your Grammar، اختبر قواعدك في اللغة الإنجليزية. Make questions with you from the sentences، كون أسئلة مع نفسك من الجمل التالية. عندنا مجموعة من الجمل ينطينا إياها وإحنا نكون من عندها أسئلة. الجملة الأولى I come from Scotland، أنا آتٍ من سكوتلندا، يعني معناها أو أنا أصلي يعني سكوتلندي، أنا في الأصل سكوتلندي. I come from Scotland، أنا آتٍ أو أنا أصلي سكوتلندي. السؤال يريده beware where. طيب هنا القاعدة إيش تقول؟ القاعدة على منكون سؤال نستخدم أداة الاستفهام زائدا يجي بعدها الفعل المساعد زائدا الضمير زائدا الفعل الرئيسي ثم تكملة الجملة. أداة الاستفهام where when why how many how much how long، هذني كلها أدوات استفهام. طيب الأفعال المساعدة عندنا الـ is والـ are والـ am والـ was والـ were والأفعال الـ do والـ does والـ did وأفعال الـ have والـ has والـ had، كل أفعال مساعدة. ثم الضمائر he والـ she والـ it والـ you والـ I والـ they، هاي كلها ضمائر. ثم الفعل الرئيسي يأتي بعدها ثم تكملت الجملة. طيب نأخذ الجملة الأولى I come from Scotland where، خلي where أول شيء ثم نجيب الفعل المساعد. من الباب بالجملة هنا ما عندي فعل مساعد بداخل الجملة، من ما عندي فعل مساعد في داخل الجملة بالسؤال راح نستخدم أحد الأفعال التالية do والdoes والdid، أحد الأفعال ثلاثة do وdoes وdid حسب صيغة السؤال. طيب هنا أنا I come، أنا آتن، فإيش راح نستخدم؟ come بصيغة المضارع، إذن يا أما do أو does. طيب عن نفسي ده سؤال أو موجه إلى السؤال، فصير يعني الـ I راح تتحول إلى you، الـ I إلى you، والـ you يأخذ do، الـ you يأخذ do، الشي والـ it والـ he يأخذون does. تمام، الـ you يأخذ do with they يأخذ do. طيب فراح يصير where do، where do الفعل المساعد راح نستخدمه do، ثم نكمل الـ I تنقلب إلى you فصير where do you، ثم الفعل come ثم تكملة الجملة from، where do you come from، المستفسر عنه هو سكوتلند، من أين أنت آتٍ؟ أنا آتٍ من سكوتلندا، فصير where do you come from. ماشي؟ طيب الجملة اللي بعدها I was born in Amman in 1984، أنا ولدت في عمان في سنة 1984. طيب where when، يريد يعرف أين ومتى ولدت. طيب هنا ايش راح يصير؟ راح نخلي ال where وال when في بداية الجملة، صير where and when، where and when، نجيب الفعل المساعد was. طيب والضمير بعده I يصير يو، طيب اليو ياخذ ما ياخذ was، اليو ياخذ where ما ياخذ was بصيغة الماضي طبعا، ما ياخذ was لازم where، فإذا نصير صيغة السؤال تبدي ب where and when، أين ومتى. بعد يجي الفعل المساعد بدل was نستخدم where، والآي يصير يو where you، ثم الفعل born where and when where you born، أين ومتى أنت ولدت.
الجملة الثالثة I live in أبو ظبي، أنا أعيش في أبو ظبي. Where السؤال هو ب where. طيب I live أنا أعيش حاليا يعني في أبو ظبي. طيب هنا من نجي نخلي ال where ثم الضمير ثم الفعل المساعد، العفو ماكو فعل مساعد. طيب نستخدم إذا ماكو فعل مساعد بأما do أو does أو did، فصير where والجملة بالمضارع لأنه live حاليا وعني دا استفسر عن يعني واحد يستفسر مني، فصير where do you، الآي تقلب إلى you، فصير where do you live، where do you live. طيب الجملة الرابعة I have got two brothers and a sister. I have got مكتوبة I've got باختصارا، I have got two brothers and a sister يعني أنا عندي أو لدي أخوين وأخت واحدة، a sister يعني أخت واحدة. طيب how many السؤال ب how many، ونخلي صيغة ذات الاستفهام أول شيء ل how many نزلها تماما. نجي how many لنستفسر عن شنو. هنا صيغة السؤال راح يكون بها اختلاف بسيط، ما يجي الفعل المساعد مباشرة بعد ال how many، راح يجي الشيء المستفسر عنه، فصير how many brothers and sisters، طبعا مو a sister، sisters بصيغة الجمع، كم عدد الأخوة والأخوات. بعدين أنا أقول له عندي أخت وحدة، بالجواب أنا أقول له عندي أخت وحدة a sister، أقلبها لأنها هي وحدة. طيب how many brothers and sisters. طيب انتهت، نجيب الفعل المساعد اللي هو موجود بالجملة ال have نخليه، فهم how many brothers and sisters have، الضمير I صير you، have you got، how many brothers and sisters have you got. تمام. النقطة الجملة الخامسة I am studying English because I need it for my job. أنا أدرس اللغة الإنجليزية because لأني أحتاجها في عملي. والاستفسار ب why، لماذا أنت تدرس اللغة الإنجليزية إذن؟ why نخليها، نجيب الفعل المساعد الأم صير آر يقلب إلى آر والآي صير يو. why are you، why are you ثم الفعل الرئيسي studying، why are you studying English، why are you studying English because I need it for my job، لأني أحتاجها لعملي. النقطة رقم 6 I have been studying English for 3 years. أنا أدرس، بقيت أدرس اللغة الإنجليزية لثلاث سنوات. how long الاستفسار، نحط الهاو لونج في بداية الجملة. هاو لونج الفعل المساعد نجيبه الهاف، هاو لونج هاف الآي يصير يو، هاو لونج هاف يو بين ستادينج انجلش، الإجابة فور ثري ييرز، فور ثري ييرز. طيب فيصير صيغة السؤال هاو لونج هاف يو بين ستادينج انجلش. رقم 7 الجملة تقول I have been to Egypt, Turkey and France. أنا ذهبت إلى مصر وتركيا وفرنسا. والسؤال يريد بي which countries، ما هي الدول التي ذهبت إليها. which countries يصير في بداية الجملة، ونجيب من I have تصير have الفعل المساعد، which countries have you been to، which countries have you been to، ما هي الدول التي ذهبت إليها. النقطة رقم 8 الجملة الثامنة I went to Canada 3 years ago. I went to Canada 3 years ago. نباوع بالسؤال أداة الاستفهام وين، متى ذهبت إلى كندا يعني. الجواب قبل 3 سنوات. نخلي الوين، نجي ندور الفعل المساعد، ما نلقى فعل المساعد لأن جملة يقول I went، ماكو I was أو I did أو I had، أي فعل مساعد ما موجود عندي. شو نسوي؟
إذا ماكو فعل مساعد قلنا أم نستخدم أما do أو does أو did. do أو does أو did. راح نجي هنا راح نستخدم صيغة السؤال when. طيب الفعل، الفعل بالماضي اللي هو went، ذهبت ماضي go. طيب راح نستخدم إذن ويا بأنه بالماضي راح نستخدم الفعل المساعد did، فصير when did you go to Canada. When did you go to Canada؟ طبعا من نستخدم الدو والدز والدد يعاد الفعل إلى المصدر، ما يصير يقول أقول when did you went to Canada، when did you go to Canada. في كل الأفعال إذا يأتي بغير صيغة يرجع إلى المصدر مع عند استخدام do and does and did في السؤال، فالفعل اللي بعده راح يكون مصدر. الwent go، الcame come، وهكذا ما يصير أخليه بصيغة ماضي أو غير صيغة أخرى. طيب الآن في صفحة 7 في الأعلى عندنا practice، اختبار تجربة، negatives and pronunciation اللي هو عن النفي والتلفظ. Correct information in the sentences، صحح المعلومات في الجمل التالية. راح ناخذ جمل كلها بها أخطاء في عباراتها ويجب تصحيحها. طبعا تصحيحها راح يكون بنفي الجملة أولا ثم إعطاء الصحيح، جملة صحيحة. نشوف أول جملة عندنا، the sun rises in the west، الشمس تشرق من جهة الغرب. the sun rises in the west. طيب من نجي ننفي، طبعا هو خطأ، أكيد خطأ أنه الشمس تشرق من جهة الشرق وليس الغرب. طيب فراح نجي ننفي أول شيء أنه الشمس تشرق من الغرب، ثم نعطي الجملة الصحيحة أنه الشمس تشرق من جهة الشرق. طيب بالنفي على مود ننتبه، النفي يجب أن نستخدم، يجب أن نستخدم فعل مساعد وننفي باستخدام الفعل المساعد. من نجي للجملة الأولى، the sun rises in the west. in the west the sun موجود، rises تشرق يعني هو الفعل، أشرق يشرق تشرق، إذن هو الفعل في صيغة الحاضر. طيب فعل مساعد ما موجود بالجملة، ما عندنا فعل مساعد is و am و are و was و where وباقي الأفعال كلها، ما عندنا فعل مساعد have والhad والhas ما عندنا. طيب شلون راح ننفي هاي الجملة؟ من ما عندنا في الجملة فعل مساعد راح ندخل احنا فعل مساعد من عندنا اللي هو واحد من ثلاثة، do والdoes والdid. مثل السؤال الأول أو الموضوع الأول مع الاختبار الجرامر السابق اللي أخذناه قبل شوية، اللي هو إذا ما كان أكو فعل مساعد بالجملة نجيب الدو أو الدز أو الدد على مود نكون سؤال. زين هنا أيضا بالنفي راح نستخدم أحد الأفعال إذا ما عندي فعل مساعد، أما الدو أو الدز أو الدد. طيب the sun rises، هنا الجملة بصيغة المفرد، الشمس واحدة ورايزس تشرق في حاليا يعني تشرق بصيغة المضارع. طيب إذا راح نستخدم مع الجملة الفعل المساعد does، does لأنه للمفرد المضارع does، ماشي. فصير الجملة the sun doesn't rise، الأس نشيلها من rises. أيضا مثل ما كوننا للأسئلة أنه رجع الفعل إلى المصدر، رجع الفعل إلى المصدر من استخدم الدو والدز والديد، رجع الفعل الرئيسي، الفعل الرئيسي اللي يأتي بعدها إلى المصدر مالته الفعل المضارع. فصير the sun does not rise in the west، it rises، نرجعها it rises in the east، لأن شلنا الدز من راح ننطي الجملة المثبتة الصحيحة، راح نشيل الدز ونحط للفعل الرئيسي الأس. إذا نحط الدز نشيل الأس رجع فعل مصدر، إذا شلنا الدز راح نرجع له أس المفرد. فنعيد الجملة، صير the sun doesn't rise
من دخلنا الدز شلنا الاس من الرايز الاس الإضافية rises يصير rise. The sun doesn't rise in the west. It rises in the east. In the east. طيب الجملة الثانية cows eat meat. الأبقار تأكل اللحم. Cows eat meat. طيب هذا خطأ. الأبقار ما تأكل لحم تأكل عشب. فصير الجملة cows أيضا ما عندي هنا فعل مساعد. لازم أدخل أحد الأفعال المساعدة do والdoes والdid. زين cows هنا أبقار فهي جمع. مع الجمع راح أستخدم الدو مع المفرد طبعا أستخدم الدس. بالجملة الأولى صن شمس وحدة استخدمنا لها دس. هنا cows أبقار فنستخدم لها الدو. فصير cows don't eat meat. Don't eat meat. الأبقار لا تأكل لحم. Cows eat grass. يعني الأبقار تأكل عشب. طيب الجملة بعدها هنا نشوف Mercedes Benz cars are made in Canada. سيارات Mercedes Benz تصنع في كندا. وهذا خطأ هي تصنع في ألمانيا. فراح يصير الجملة Mercedes Benz cars الآر نسويها أرنت. هنا عندي فعل مساعد فصير الآر صير أرنت. فصير جملة Mercedes Benz cars aren't or are not made in Canada. Aren't or are not made in Canada. They are made in Germany. They are made in Germany. نقطة الرابعة Neil Armstrong landed on the moon in 1989. Neil Armstrong هبط على سطح القمر أو على القمر في عام 1989 وهو خطأ في عام هو هبط في عام 1969. فصير الإجابة الصحيحة نيل أرمسترونج ماكو فعل مساعد هنا. طيب شلون نجيب أحد الأفعال المساعدة الثلاثة الدو والدز والدد. هنا الجملة بالماضي لاندد فنستخدم لها الدد. إذن فصير نيل أرمسترونج did not land. رجع الفعل إلى المصدر. Do, does, did يرجع الفعل اللي بعدها الفعل الرئيسي إلى المصدر. فصير Neil Armstrong didn't land on the moon in 1989. He landed on the moon in 1969. طيب الجملة اللي بعدها John Lennon was performing on stage when he was assassinated. شخص جون لينون مطرب أو ممثل was performing كان يؤدي on stage على خشبة المسرح. كان يؤدي عمله على خشبة المسرح when he was assassinated عندما تم اغتياله. assassinated اغتيله يعني. في الحقيقة هو اغتيله عندما كان عائدا إلى منزله أو بيته أو شقته. فصير جون لينون was not performing. أنا عندي فعل مساعد الwas. فنصير بس ننطي النفي جون لينون was not performing on stage when he was assassinated. He was returning to his apartment. He was returning to his apartment when he was assassinated. جملة رقم 6 The pyramids were built by the Chinese. Pyramids الأهرامات. الأهرامات بنيت بواسطة الصينيين. بناها الصينيون. وهذا خطأ. هي بنيت طبعا قبل المصريين. فصير The pyramids were not built by the Chinese. They are built by the Egyptians. رقم 7 We have been in class for 5 hours. We have been. Okay, عندي هنا have. فصير We have not been. We haven't. We have not been in class for 5 hours. We have been in class for 1 hour. جملة الأخيرة We are studying Italian. نحن ندرس اللغة الإيطالية ونحن أصلا ندرس اللغة الإنجليزية. فصير We are not. We aren't studying Italian. We are studying English. We are studying English. في نفس الصفحة رقم 7 الموضوع الثاني في البراكتس اللي أخذناه
عندنا talking about you، تحدث عن نفسك. هنا الموضوع يقول لك complete the questions، أكمل الأسئلة. أكمل الأسئلة هذا طريقة عكس السؤال الأول أخذناه باليونت، أو الموضوع الأول اللي أخذناه باليونت اللي هو test your grammar، اختبر قواعدك في اللغة الإنجليزية. هناك كانت جمل عندنا ونكون من عندها أسئلة. هسه هنا عندي أسئلة، هي أسئلة ناقصة تحتاج بعض الإضافات، وعندي جواها الإجابات موجودة، فأقرأ الإجابة وأكمل السؤال. أقرأ الإجابة وأكمل السؤال. السؤال شو يقول؟ What فراغ do last night؟ يعني هنا دي يسأل أكيد شنو سويته last night، يعني الليلة الماضية، مفهوم هو السؤال، بس لازم نضيف شنو، نخلي أفعال أو كذا، إضافات كلمات أو ضمائر داخل الفراغ. نشوف الجواب. I studied at home and watched I stayed at home and watched television. أنا بقيت في المنزل وشاهدت التلفاز. طيب من نجي لو كانت أنا عندي الجملة I stayed at home and watched television، وحاط لك بين قوسين what، هنا نجي نحط الوات. طيب بعد الأداة الاستفهام لازم الشجع عندي، إيش قلنا شيجي بعد أداة الاستفهام؟ يجي بعد الأداة الاستفهام الفعل المساعد اللي هو الإز والآم والإز والآم والآر والوز والوير والدو والداز والديد والهاف والهافن، هذا اللي ثم الضمير. طيب هسه هنا عندي وات، زين الفعل المساعد منين أجيبه؟ لازم من الجواب I stayed at home. طيب وين فعل المساعد؟ ماكو فعل مساعد. من ماكو فعل مساعد إيش نستخدم؟ نستخدم مثل ما قلنا سابقا أما do أو does أو did، خليها كفعل مساعد. من ماكو بالجواب أو الجملة بيها ما فيها ما بيها فعل مساعد، ففي السؤال راح نجيب أما do والdoes أو did. طيب اللي أمامي الجواب I stayed بقيت، watched شاهدت، إذن هي بصيغة الماضي. وأيضا بالسؤال last night أكو، إذن هي الليلة الماضية، إذن هنا عندي صيغة ماضي فلازم أستخدم did، فصير what did، والضمير الآي بالجواب I stayed I صير you، فصير what did you do last night، ماذا فعلت في الليلة الماضية. وهنا do اللي هي موجودة عندي بالسؤال do last night، do هذا فعل رئيسي يعتبر وليس فعلا مساعدا. من يكون الجملة بها فعل مساعد ويجي بعد الدو أو الدز، فالدو والدز راح يكونون أفعال رئيسية وليست أفعال مساعدة. زين فصير what did you do last night؟ الجواب I stayed at home and watched television، بقيت في المنزل وشاهدت التلفاز. الجملة الثانية what kind of books فراغ like reading، what kind of books فراغ like reading، أي نوع من الكتب فراغ يحب يقرأ. طيب نشوف الإجابة horror stories and science fiction. horror stories يعني قصص الرعب، والscience fiction يعني الخيال العلمي. what kind of books، طيب الوات نشوف بالجواب ما عندي أفعال مساعدة. طيب الفعل اللي جاي بعدها هو فعل مصدر like، قلنا do with does with did يأتي بعدها فعل مصدر، مدام أكو فعل مصدر إذن الفعل المساعد راح يكون أما do أو does أو did، فصير what kind of books do you like reading. يسألني what kind of books do you like reading، ذات الاستفهام زائد الفعل المساعد زائد الضمير زائد الفعل الجملة الرئيسي. هنا عندي like هي الفعل الرئيسي، لذلك من راح نخلي الدو صار الدو فعل مساعد، لأن عندي لايك اللي هو فعل رئيسي. ماشي زين. ف what kind of books، طبعا هنا جت kind of books بعد الوات، يعني صارت بينها وبين الفعل المساعد. أنا أقدر أقول بالسؤال أشيل kind of books، أقول له what do you like reading، what do you like reading، شو تحب تقرأ، بس هنا خصصت what kind of books، أي نوع من الكتب تحب قراءتها، إطالة للجملة، فصارت horror stories and science fiction، قصص الرعب والخيال العلمي. طيب الجملة الثالثة فراغ
ever been. من شفنا been موجود بالسؤال اللي هي تصريف الثالث للفعل، إذن هنا راح أستخدم have أو has لقدام. من أشوف been عندي أو تصريف ثالث للفعل، إذن عندي أما have أو has أو had. طيب الفراغ الجملة نرجع لها، فراغ ever been to the United States، يعني معناها هل ذهبت في يوم من الأيام إلى الولايات المتحدة الأمريكية؟ الجواب يقول yes I have. إذن مدام أكو yes I have راح أصعد لي فوق أقول have you. have you الهاف أخليها بداية الجملة، صار هي سؤال استفهام. هل معناها هل ذهبت يوما إلى الولايات المتحدة؟ هل you الآي صار you، فصير have you ever been to the United States؟ الجواب yes I have، I went there last year. أنا ذهبت هناك السنة الماضية. طيب تكمل وياها نفسها، فراغ like it، فراغ like it. طيب من جاي عندي فراغ like، يعني like حبيتها، حبيت المكان، هو فعل، فعل إحساس. طيب فش راح يكون عندي جواب yes I really enjoyed it، نعم أنا بالفعل حبيتها، طيب أو استمتعت هناك. طيب هنا بالجواب ما عندي فعل مساعد، عندي enjoyed فعل رئيسي. طيب ماك فعل مساعد، إذن ماك فعل مساعد يستخدم، استخدم أما do أو does أو did. أشوف الجواب أنه بالماضي enjoyed طبعا، لذلك راح أستخدم did وأخلي you، أصير did you like it، did you like it، فالجواب راح يكون بالماضي yes I really enjoyed it. طيب النقطة رقم 4، what فراغ the teacher فراغ، what فراغ the teacher فراغ. الجواب he is helping، إذن عندي is فعل مساعد، he is هنا مختصر، he is helping، إذن عندي what is، راح أصعد ال is أصعد فوق، what is the teacher شنو helping دي ساعد، what is the teacher doing ماذا يعمل المدرس. مع doing هنا راح تكون فعل رئيسي، وعندي فعل مساعد is، لأنه عندي فعل مساعد is فمعناها doing أو do أو did أو does راح تكون هي الفعل الرئيسي. What is the teacher doing؟ What is the teacher doing؟ هنا راح يصير he is helping Hassan with this exercise، إنه يساعد حسن في حل هذا السؤال أو التمرين. طيب نقطة رقم 5، فراغ your father do، إذن سؤال عن الوالد، وهنا جاية do في النهاية، والdo هنا فعل رئيسي. نشوف الجواب he works in a bank، he works in a bank، هو يعمل في بنك في مصرف. إذن هنا الأداة الاستفهام هم ما كاتبها، المفروض تنكتب بس أوكي، صير what يعني والدي يعمل في مصرف، إذن ماذا يعمل والدك، فصير الجواب what. طيب الفعل المساعد ما عندي بالجواب، he works in a bank ما عندي is was where، ما عندي فعل مساعد أو have أو. طيب فشي يصير أستخدم الماك فعل مساعد، نرجع مرة الأخرى نقول نستخدم do أو does أو did. طيب ال works بالمضارع وللمفرد، المضارع نستخدم له do أو does، طيب والمفرد المضارع المفرد نستخدم له does، فصير what does your father do يعني معناها ماذا يعمل والدك، شنو عمل أبوك، what does your father do. من واحد يجي يسألني أجنبي أو شخص يختبرني باللغة يقول لي what does your father do، إذا سألني سؤال بهالصيغة معناها ماذا هو عمل والدك، أبوك شو اشتغل، تقول لي he works in a bank مثل الجواب. طيب إذا سألني what is your father doing، what is your father doing، شلون قبل what is the teacher doing، what is your father doing يعني أبوك هسه ايش قاعد يسوي حالا،
ربما دا يأكل فأقول له he is eating، وربما دا يقرأ he is reading، ربما دا يباع تلفزيون he is watching television، ربما يعمل أي عمل آخر. طيب حاليا إذن هنا عندي فرق من أقول له what does your father do، يعني أبوك شنو شغله وظيفته عمله، بس من أقول له what is your father doing يعني الآن أبوك إيش يسوي هسه، يأكل يشرب eating drinking watching reading، هذا فرق بين صيغتي السؤال. رقم 6 why فراغ do your homework last night، طيب لماذا وفراغ واجبك المدرسي الليلة الماضية؟ نشوف ما عندي فعل رئيسي، يعني الفعل الرئيسي مالتي هنا هو الدو، ما عندي غير فعل، فإذا الدو هنا جاي فعل رئيسي. زين الجواب because I didn't feel well، لأني ما يعني كنت مو زين ما مرتاح، يعني ربما مريض أو عنده مشكلة كذا يعني من هالموضوع، فيصير why الديد عندي تصعد فوق لأن الجواب صيغة الماضي وحتى السؤال لأن بي last night بالنهاية، فإذا هو بالماضي، فيصير why didn't you do. شوف الدو هنا جت فعل رئيسي، ليش؟ لأن did قبلها did فعل مساعد، صار الأول هو فعل مساعد والثاني صار فعل رئيسي. Why didn't you do your homework last night? Because I didn't feel well. Okay. طيب. 7. What for are doing next weekend? هنا السؤال عن عطلة نهاية الأسبوع القادمة، يعني بعد يومين، بعد ثلاثة أيام، بعد يوم. طيب الويكند هي نهاية الأسبوع. طيب اجى عندي بالسؤال doing، والdoing من تجي في السؤال يسبقها يا اما is او am او are، يعني يسبقها من الافعال المساعده هذا النيفير تو بي. فهنا ايش راح يصير؟ الجواب نشوفه I am going to a wedding. I am going، انا ذاهب الى حفله زفاف. wedding يعني حفله زفاف. طيب I am going، ف I am راح نصعدها فوق ونقلبها الضمائر مالتها، الام تصير ار والاي تصير يو، فتصير what are you doing next weekend، ماذا تعمل انت في عطلة نهاية الاسبوع القادمة؟ انا رايح الى حفلة زفاف، هذا الجواب. what are you doing next weekend؟ I am going to a wedding. الجملة الثامنة فراغ يو فراغ تي في in your bedroom، فراغين. شوف الجواب no I haven't، من قال no I haven't؟ يعني راح استخدم have في صيغة السؤال، فصير have you I have أو no yes I have أو no I haven't، yes I have you yes I have you no I haven't. طيب راح نحط فوق have you، موجود اليو طبعا، فصير have you، الهاف دائما أو في أغلب الأحيان تأخذ got تجي وياها، I have got، he have got، he has got، sorry they have got، وهكذا. فصير have you got a TV in your bedroom، هل حصلت على تلفزيون في غرفة النوم مالتك؟ الجواب no I haven't، لا أنا لم أحصل، just a CD player، فقط مشغل سيديات. هنا عندي ملاحظة انه الهاف والهاز والهاد بعدها يجي تصريف ثالث للفعل، I have got، I have played، تصريف ثالث مو ماضي، تصريف ثالث للفعل، دائما ياخذ بعده تصريف ثالث للفعل، ماشي؟ فبصيغة السؤال صير have you got، هل حصلت على تلفاز في غرفة نومك؟ have you got okay، فصير no I haven't just a CD player. أعزائي الطلبة في نهاية هذه المحاضرة، شكرا لحسن إصغائكم، مع تمنياتي لكم بالموفقية والنجاح دائم.